لين. تحياتنا. يلا نسمع صفقة إلي. الأخبار الاسم رافد محسن. ها رافد محسن. رافد إلك الجو وبين إمكانياتك. الله يعزك. بدي أروح لك الخط. راح تسمعنا شعر؟ إيه إن شاء الله. أي. يلا أنا عندي الإلقاء أهم شيء من أهم الكلمات ترى. عجبك. يلا توكل. رافد محسن طالب جامعة بغداد. تحياتي. حبيت بنية. إي. وأهلها ما انطوها. يا لا حقيقة. أيوة. لو لا هاي حقيقة. هاي وياك صار القصة. أي والله. شون عيد إن أنا حبيت. طالب جامعة بغداد. أي. فلسفة أداوم. وحبيت بنية وأهلها ما انطوها. هاي قبل أيوة. شقد والله ما صار الزوجة صار إلا شهرين. شهرين. أيوة. من عندك ما أيوة خلاص الله. شو راح تقول لها؟ قلت لها لو ما أبوك براي لو ما أبوك براي وامك بالفراي شو هسه عندي وليد يتلابس وياي. أيوة. يقول لو أنا مثلك حلو والواد متحبني ما احبها كلها وعلي وبس انت تعجبني. الله. تعجبني كلك صرت يلماكو من كلك 90 غيرك اخذ ما صفقت له وعلي ومن قلت له ما اخذ صفر ظليت اصفق لك. الله. يقول يوجد فرق ما بين يوجد فرق ما بين امك وداعيك الفرق طلقت بيك وانا اطلق عليك. يقول لو بعد هذا الضيف لو بعد هذا الضيف واهلك يقبلون حفله 6 ساعات يقرا لسعدون. حلو عاش ايدك خلي ما يكمك انت بعدك وصلت فعلا انت بعدك تحبها. لا بعد حب الجامعه يختلف بعدنا اكيد الاهل ما نطوك اياها. اي والله انت بعدك تحبها سؤال واضح طبعا تحبها. حب الجامعة يختلف يعذب. حب الجامعة بس حب الجامعة. حب الجامعة يختلف عن كل الحب. حذركم على نقطة والله العظيم ها إنه هو دا يحكي وياي ودا يرجف يوم الحب يوم. صفقة أكيد نسمع إليك تحياتنا إليك. يلا نصيب كل شيء إن شاء الله. شكرا إليك. شكرا نورتنا وتحياتنا إليك. شنو رأيك؟